قدرة هائلة على تطوير مفاهيم يطورها، وبعدين هسه في الجانب الإيجابي يطوره، في الجانب السلبي هم يطوره. أقدس المقدسات التطبير، يقول هذا وهن الدين. شوفوا وهن الدين فد مفهوم مو مستحدث، مفهوم موجود في الفقه، أكل عليه الدهر وشرب، يجي يعطي لأبعاد زوايا. هذه الزوايا أنت من حيث لا تشعر تشوفه بالفعل وهن دين، خلاص هذا خداع العقل، يعطي كم زاوية يخلي له، فأنت هاي الزاوية تعطي انطباعات على هذا المفهوم، تحول هذا المفهوم اللي أقدس المقدسات التطبير. شعائر الحسين، شعائر الحسين قدسيته مو أقل من ضريح الحسين ولا من جسم الحسين صلوات الله عليه. شعائر الإمام الحسين ليست قدسيتها أقل من جسم الحسين عليه الصلاة والسلام، لأنها الدين. أخيرا اتوكل، أخيرا الآن في المجتمع السائد شنو حقيقة ينبذون هذه الشعيرة. شوف شلون ما تجي تستحدث فتشي ضد التطبير، لا ماكو استحداث، أكو تطوير، عملية تطوير.